صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله المتعالي عن الأنداد المقدس عن النقائص والأضداد المتنزه عن الصاحبة والأولاد رافع السبع الشداد المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد، صدق الله الذي أنزل الكتاب وأحكمه وأرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه، سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه، سبحانه ما أكثر جوده وأكرمه، سبحانه ما أعز سلطانه وأقدمه، سبحانه ما أعظم لطفه وأرحمه، سبحانه من إله حليم ما أعظمه، إلهنا اجعلنا ممن قرأ القرآن فارتفع به في أعالي الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأه فزج به في النيران، اللهم اجعلنا ممن يتلوه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يتلوه فيشقى، اللهم إنا نشكو إليك قلوبا قاسية وصدورا ضيقة وأرواحا ميتة، وأنت ربنا وربها، وأنت ربها وربنا، ألن يا ربنا بالقرآن العظيم قلوبنا واشرح به صدورنا وأحيي به قلوبنا يا رب العالمين، إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى من عذابك، بكرمك لا تبعدنا عن جنابك، فإنك إن أبعدتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا، ذنوبنا إليك يا ربنا صاعدة ورحمتك بنا يا ربنا نازلة، اجعلنا يا ربنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالقسط قائمين وعن النار مزحزحين وفي الجنان منعمين وفي ليلة القدر من المقبولين وفي ليلة القدر من المقبولين وبالبراءة من النار فائزين، وأقر أعيننا برؤية وجهك الكريم ورؤية نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، إلهنا نسألك الفوز بشفاعته ولزوم سنته، اجعله يا ربنا في القيامة نصيرنا ويوم الحسرة والندامة شفيعنا، ارزقنا بجواره في الجنة دارا
واجعله لنا حبيبا وجارا يا رب العالمين. إلهنا ندعوك دعاء الخائفين، ونرجوك رجاء المساكين، رجاء من كثرت ذنوبهم وقلت حسناتهم وألجمتهم خطاياهم ولم يجدوا إلا أنت راحما ولم يجدوا إلا أنت غافرا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا نجد لذنوبنا غافرا ولا لقبائحنا ساترا غيرك أنت، لا إله إلا أنت. جئناك نحمل على ظهورنا الذنوب والأوزار، وأنت رب كريم رحيم غفار، تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحانك أنت الغافر ونحن المسيئون، أنت الراحم وأنت التائبون. لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك، ولانقطعنا عن دعائك، ولا تحولنا عن رجائك. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له ذنوبه وآثامه، وأمنته من الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه، وأسكنته برحمتك دار المقامة. اكتبنا في عليين، اكتبنا يا ربنا في عليين، آتنا كتابنا باليمين، وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باق إلا وجهك. يا ربنا تقبل صيامنا وقيامنا، وأدخلنا برحمتك الجنة من باب الريان، وارفع في الجنان درجاتنا يا حنان يا منان، يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الخيرات، يا واسع العطايا، يا باسط الأرزاق، يا واسع المغفرة، يا حليما لا يعجل، يا كريما لا يبخل، يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا مغني كل فقير. أنت الملك لا شريك لك، والواحد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. يا من لا يزول ملكه، يا من لا يزول ملكه، ولا ينقطع فضله، ولا ينتهي عطاؤه، يا من رحمته وسعت كل شيء، وسبقت كل شيء، وغلبت كل شيء، وعمت كل شيء. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله، ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، يا حي يا قيوم يا رب. لا نقوى على حر الدنيا، فكيف بنار جهنم؟ إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. إلهنا لا تعذب عينا بكت من خشيتك، وقلوبا خشعت لك، وجسدا ذل لك، وجباها سجدت لك، وأيدي ارتفعت بالدعاء والرجاء لك.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص لوجهك الكريم والهداية إلى صراطك المستقيم. نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم ألف على محبتك قلوبنا، ووحد صفوفنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، واقض حوائجنا، وأخلص ضمائرنا، ونق سرائرنا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك. اللهم أذهب بأسهم، واشفهم أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم عجل بشفاء مرضانا في هذه الليلة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وزوجاتنا ومن شملتهم شفقتنا. اللهم من كان منهم مريضا فاشفه بشفاء من عندك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وارفع عنهم بلاءك، وشدهم بعافيتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب الإسلام وفتيات المسلمين. اللهم من كان منهم عاقا لوالديه، أو تاركا للصلاة، أو عاكفا على المنكرات، اللهم فأنزل عليه هدايتك. اللهم أنزل عليه هدايتك، اشرح صدره لكل خير، اجعلهم بآبائهم بارين، ولحدودك محافظين، وإلى صراطك المستقيم مهدين، وبأسلافهم الصالحين مقتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نستأمنك ونستودعك أبناءنا وبناتنا المبتعثين. اللهم وفقهم، اللهم أعنهم، اللهم اكلأهم بكلئك، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ومن فوقهم وتحتهم. اللهم زودهم بنور علمك لكي يعودوا ويخدموا دينهم ووطنهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم ردهم إلينا أكثر التزاما بدينك، وأكثر حبا لك مما ذهبوا يا رب العالمين. اللهم واهد نساء المسلمين أجمعين. اللهم اجعلهن صالحات مصلحات، ذاكرات عابدات، قانتات عفيفات طاهرات، متحجبات، وعن مواضع الفتنة مبتعدات. اللهم احمهن من كيد الشيطان، اللهم احمهم من شياطين الجن والإنس يا رب العالمين. اللهم واجعلنا للرحم من الواصلين، أعنا يا ربنا على صلة الأرحام، واجمع قلوبنا دائما على المحبة، ومن كانت بينه وبين أخيه شحناء فاهدهم يا رب، وأصلح بينهم، واغمرهم بالمحبة والعطف والألفة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أنت غياثنا فبك نستغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار. اللهم أنسى
أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولي أمرنا خاصة. اللهم وفقهم للخير يا ولي كل خير. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له. وفق ولي أمرنا يا ربنا لما تحب وترضى. اللهم زده صلاحا وفلاحا. اللهم أسعده كما أسعد البعيد. اللهم أسعده كما أسعد العباد، وارفق به كلما رفق بنا يا رب العالمين. وارزقه اللهم بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم وفق رجال الأمن، اللهم احفظهم بحفظك، واجزهم عنا يا ربنا خير الجزاء. سبحان سامع الأصوات، سبحان ناشر الأموات، راحم العبرات، مقيل العثرات، موفي النعم، كاشف الغم، غافر الذنوب والموبقات، ساتر العورات الفاضحات. سبحان من بيده الحياة والممات. سبحان ملك الأرض والسماوات. سبحان من يقبل من تاب ويعفو عمن أناب. يا من يتأنى على المخطئين ويحلم على العاصين. يا من لا يضيع مطيعا ولا ينسى صفيا. يا من سمح بالنوال وجاد بالإفضال. يا ذا الذي استدرك بالتوبة ذنوبنا وكشف بالرحمة غمومنا وصفح عن جرمنا بعد جهلنا وأحسن إلينا بعد إساءتنا. سبحانك. سمع العابدون بذكرك فخضعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. يا من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين ولا يتبرم بإلحاح الملحين. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تزحزحنا عن النيران وأن ترزقنا الفوز بأعالي الجنان. اللهم ألبسنا حللها وأسكننا في ظللها واسقنا من أنهارها. اللهم اجمعنا على الحوض الشريف. اللهم اجمعنا على الحوض الشريف واسقنا من يد نبيك الكريم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن ينادى فيهم يا أهل الجنة لكم النعيم سرمدا، تحيون ولا تموتون أبدا، وتنعمون ولا تبأسون أبدا. يحل عليكم رضوان ربكم فلا يسخط أبدا. يحل عليكم رضوان ربكم فلا يسخط أبدا. اجمعنا على رياضها بصحبة الحبيب المصطفى وصحابته الكرام يا رب العالمين. سبحان الذي عز فارتفع وعلى فامتنع، وذل كل شيء لعظمته وخضع، وكلم موسى فأسمع، وتجلى للجبل فتصدع، وضر ونفع، وأعطى ومنع، وأنشأنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك وجلت آلاؤك، وشهدت بملكك أرضك وسماؤك، ونطقت بتوحيدك رسلك وأنبياؤك. سبحان ذي الجلال والكرم، سبحان ذي الجلال والكرم. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت،
وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استرحمت به رحمت. نسألك يا الله نظرة إلى وجهك الكريم وسجودا تحت عرشك العظيم يا رب العالمين. اللهم اشف صدورنا بالقرب منك، اللهم اشف صدورنا بالقرب منك، اللهم اشف صدورنا بالقرب منك والأنس بك ومناجاتك بلا ترجمة. أسعدنا برضاك يوم غضبك، وبعفوك عند سخطك، وبرحمتك عند عذابك، وبمغفرتك عند عقوبتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى، يا من إليه المآل والمنتهى، يا من لا ينام ولا ينسى، حي قيوم، حي قيوم، حي قيوم، لا يموت ولا يبلى. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم من عليهم برضوانك وانقلهم إلى دار كرامتك وأمانك، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم رحمة تنير قبورهم وتؤمن نشورهم. اللهم ارحم انقطاعهم إليك وضعفهم بين يديك، ولا تكلهم إلى أعمالهم فما لهم اتكال إلا عليك. اللهم أسكن أرواحهم في الجنان، وعد عليهم بعوائد برك في رمضان. اللهم أحلل عليهم الرضا والرضوان. اللهم خص من بينهم موتانا بعفوك والغفران يا رب العالمين. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم لا تحرمنا كلمة التوحيد عند الموت، لا تحرمنا من لا إله إلا الله إذا نزل ملك الموت وانقطع منا الصوت. سبحانك سبحانك سبحانك، نعلم أنه لا ينجو من ضمة القبر أحد، نعلم أنه لا ينجو من ضمة القبر أحد، فهونها علينا، فهونها علينا، فهونها علينا يا رب العالمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة كما سترت ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا، جملنا بسترك يوم القيامة، ولا تفضحنا بين عبادك ولا بين يديك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم ورضهم عنا يا رب العالمين. ارحمنا ارحمهم يا ربنا كما كانوا لنا راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا علينا متعطفين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا، وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم اشف الأحياء منهم وارحم الميتين يا رب العالمين. اللهم ما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات، فنسألك اللهم أن تجعل نصيبهم منه أكبر من نصيبنا، وحظهم منه أكبر من حظنا. اللهم كما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الممات يا أرحم الراحمين. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان من انقاد كل شيء لعظمته وخضعت الخلائق لجبروته. لا إله إلا الله، تعالى الله عما يشركون. لا إله إلا الله، خير مما يجمعون.
سبحانه قديم الأزل، سبحانه تنزه عن النقص والعلل، جبار قوي لا يكل ولا يمل، خلق السماوات والأرض ولم يتركنا همل، لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل. سبحانك سبحانك سبحانك، ترى صنيع الظالمين وما يفعلون، وترى الطغاة وما يمكرون، يا منقذ موسى من فرعون، يا منقذ يونس من بطن الحوت، يا منقذ سيد الخلق يوم بدر وأحد والأحزاب. اللهم أنقذ إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أنقذ إخواننا المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. رب حقق فيهم نصرك وأنجز لهم وعدك، اللهم قو عزائمهم وصبرهم على مصائبهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربهم، إلى من تكلهم؟ إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك غضب عليهم فلا يبالون، ولكن عافيتك أوسع لهم، نعوذ بك أن ينزل بنا وبهم غضبك أو يحل علينا وعليهم سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنك بما يفعل أعداء الإسلام عليم، وإنك عليهم قدير. يا رب يتموا أطفال المسلمين، يا رب قتلوا رجال المسلمين ورملوا نساءهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، صب عليهم سوط عذاب، أرنا فيهم عجائب قدرتك، عذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، عاجلا غير آجل يا رب العالمين، أرنا فيهم بطشك وعقابك ومقتك الذي لا يرد على القوم المجرمين، اخسف بهم الأرض واجعلهم عبرة للعالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، شتت شملهم، فرق جمعهم، مزقهم كل ممزق، احصهم عددا واقتلهم بددا، لا تغادر منهم احدا. اللهم والق الرعب في قلوبهم، واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بارك لنا يا ربي فيما تبقى من شهرنا، واجعلنا فيما مضى من المقبولين. اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان، واجعلنا من عبادك المخلصين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. يا من يرحم من قصد جنابه، ويفتح للتائبين أبوابه، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، طال تقصيرنا ونقصت أعمارنا وقل إحساننا وطغى جحودنا واستكبارنا، وأنت أعلم بحالنا، أنت أعلم بحالنا. اللهم بكمال جودك تجاوز عنا، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، نعاهدك على التوبة، نعاهدك على التوبة، فاقبلنا يا رب يا كريم. بلغتنا رمضان وجعلته موطنا للغفران، يا رب لا تقضه إلا وقد غفرت لنا. يا رب لا ينقضي إلا وقد غفرت ذنوبنا، وجعلتنا فيه من الفائزين بقولك قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم.
اعملوا ما شئتم فقد رضيت عنكم واستجبت دعوتكم. يا مبدئ يا معيد، يا مبدئ يا معيد، أعدنا إلى رمضان عودا حميدا. أعدنا إلى رمضان، أعدنا إلى رمضان عودا حميدا، واجعلنا ممن يعود بعده خيرا مما كان قبله يا رب العالمين. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مغيث اللهفات، يا من فاضت له عبراتنا وذلت له أجسامنا ورغمت له أنوفنا، لا تجعلنا بدعائك أشقياء. هب لنا ما سألنا، حقق رجاءنا فيما رجونا. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذه الصلاة وهذا ختام رمضان. وهذا ختام رمضان، فاختم لنا الشهر برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك يا رب العالمين. اللهم واجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وفاز فيها بعظيم الثواب والأجر. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم أعطنا ما في خواطرنا وما في نفوسنا في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم اجز عنا خير الجزاء من بنى هذا المسجد ومن قام على خدمة المصلين فيه. اللهم اغفر ذنبهم وتجاوز عن سيئاتهم وضاعف أجورهم يا رب العالمين، وارزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما يقول يقومون به خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه نصيبا يا رب العالمين. إلهنا، واجعل ختمتنا هذه مباركة على من حضرها وسمعها وأمن على دعائها، اجعلها مباركة على أهل الدور في دورهم وعلى أهل القبور من المسلمين في قبورهم، اجعلها مباركة على من لم يعد عليه رمضان، اجعلها مباركة على من لم يعد عليه رمضان من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وجميع أهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.